برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي سياده المستشار ايهاب رمزي عضو مجلس النواب. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. شرفنا. ربنا يخليك. انتوا عاملين حاجه غير مسبوقه. تتكلم في علاقه جواز طلاق ميراث. بالظبط. ثلاث كنائس مبدئيا وافقوا في حوار مجتمعي على المشروع. هو خمس كنائس. خمس كنائس. هم وافقوا. طبعا الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليك واللي هم الأرثوذكس والسوريان الأرثوذكس. تمام. كل دول كده ما فيش ولا طائفة في مصر مش جوه القانون. لا، كله موقع عليه. حلو قوي. واللي احنا حصل في داخل وزارة العدل حوالي 18 جلسة مناقشات حول القانون. حوار مجتمعي. حول لا، داخل وزارة العدل. داخل وزارة العدل. هنا بنتكلم قانونا يعني توصل ولا في صياغة القانون. صياغة. تمام. وتم اعداد القانون. القانون بدا ب 231 مادة وبعد كده انتهى ال 160 مادة. بعد دمج حاجات كتيرة، لان كل طائفة كانت بتجيب المواد بتاعتها، المهم تم دمج المواد كلها وطلعت بصياغة حوالي 160 مادة. وال 160 مادة دي الصياغة الأخيرة اللي توافق عليها طوائف مصر كلها. هايل هايل. احنا بنتكلم في اعتبره حلم. اعتبره كان طبعا. حلم. كان حلم. بصي، هو كان الأول يعني الدولة كانت متهمة انها مش عاوزة تطلع القانون. صحيح. وده كان الاتهام ده موجود على مدار السنين. صحيح. وكان المناقشات مش عايزين يريحوا المسيحيين، وكل ما تروح طائفه هم عايزينهم. كل ما تروح طائفه يقول لك احنا عندنا استعداد واحنا عاملين القانون، ولكن الدوله مش الدوله. ايوه. وايه ودخلنا في الكوش والامن. ايه دخل لك الامن في الموضوع؟ ودخلنا في جدال ما بين الكنيسه والدوله، وان الدوله صحيح. صحيح. المهم طبعا الدولة قالت لهم يا جماعة اجتمعوا على قانون. يا جماعة انتوا بينكم بعضيكم احنا اتفقوا. اللي حصل انه في الزمن القديم كان كل طائفة ليها لائحة خاصة بيها. نعم. فاحنا عندنا خمس طوائف، فبالتالي عندنا خمس لوائح، يعني مطلوب خمس قوانين. صحيح. يطلعوا ينظموا. برضو مش سهلة يعني عبقرية انه يتم الخمس قوانين دمجهم. فالدولة قالت لهم اجتمعوا وطلعوا صياغة قانون موحد. حلو. بينكم وبعضيكم. لانه كمان كان في التحول والتنقل من طائفة لطائفة، فكان دي بتعمل مشكلة. صحيح. وبالتالي ما كانش بيطبق اللائحة المسيحية، كان بيطبق شريعة إسلامية. نظير الاختلاف الطوائف. كان في يعني بعض الحالات بيحصل كده؟ ده على طول كده. ازاي؟ ده كان هو ده الاسلوب المتبع. لا والله. للتحايل على الطلاق او يعني اللجوء للطلاق. كان ايه بيحصل؟ يحصل ايه؟ انا دلوقتي حضرتك، انا أرثوذكس. والزوجه أرثوذكس، احد الزوجين يغير المله. ويروح للانجليه مثلا. ايوه. فطبعا الانجليه ليها لائحه والأرثوذكس ليه لائحه. طب احنا هنطبق في حاله الاختلاف. هنطبق انهي لائحه؟ قال لك لا دي ولا دي. ولا دي ولا دي، نطبق شريعه اسلاميه. طب شريعه. حلو قوي. فكانوا بيلجأوا فعلا ان يغيروا المله او الطائفه علشان يطبقوا الشريعه الاسلاميه اللي فيها طلاق وخلع. فيها تطليق للزوج. وفيها خلع للزوجه. وبالتالي كان هو ده الاسلوب، وهو ما زال متبع. لسه القانون ما طلعش لغايه دلوقتي متبع. هو فين دلوقتي يا فندم؟ في وزاره العدل. في وزاره العدل. بيتم يعني وصلوا لنسبه قد ايه من انه يقرب يخلص؟ هو خلص. وبيتراجع في وزاره العدل، يعني اخر جلسه كانت في شهر 7 اللي فات. المراجعه دي في تقدير حضرتك، وحضرتك طبعا عارف برضه الدنيا شويه بتمشي ازاي، تاخد لها وقت قد ايه؟ شوف، هو حضرتك طبعا يعني مش هو القانون الوحيد اللي موجود في الوزاره. لكن المفروض هو خلاص على وشك الانتهاء. واخر مقابله يعني بعض الزملاء، مش انا، قبل الوزير، وكان الوزير قال لهم يا جماعه خلاص احنا يعني ايه في النهايات. هو حاليا دلوقتي خلص من المساعد الوزير للتشريع، خلصه. ايوه. وحاليا دلوقتي في المكتب الفني للوزير، وهو حاليا تمام. ده زي ما بيقولوا اللمسات الاخيره. في اللمسات الاخيره، وهيحال بعد كده المجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يحل المعلومه على طول. قول لي بقى ايه الجديد هيبقى مش في الجواز بقدر ما، معلش هبدا بالطلاق بس علشان
دائما ابدا بتبقى المشكله في الطلاق. طبعا مش كده؟ طبعا. مش في الجواز، في الطلاق. الناس يعني بعد الشر يعني هتطلق بسهوله ازاي؟ شوفي، هو في اسباب للطلاق. هو في الاول ما كان وفقا للقانون ما كانش فيه غير سببين للطلاق. ايوه، الزنا. الزنا والزنا ده وتغيير الديانه. وتغيير الديانه، تمام. أوكي. في الحالتين دول بس كان يتم الطلاق. كان بيتم الطلاق. ايوه. النهارده تم التوسع في اسباب الطلاق. وبدا وضعوا الهجر 4 سنوات سبب للطلاق. المرض اللي هو لا يمكن شفائه سبب للطلاق. تمام. واخد بالك؟ او الامراض قد تكون امراض معدية. ما يعني مثلا زي مثلا يعني الايدز. واخد بالك؟ ده سبب للطلاق. وفي توسع كمان في اسباب البطلان. يعني البطلان للزواج. يعني انا تزوجت مثلا وحصل غش على إرادة الزوجة أو الزوجة على إرادة الزوج. حد غش، حد خدع بالظبط. يعني بس اتجوزت وأنا عندي مرض. مثلا عندي عنة مثلا. عندي مرض عقلي، مرض نفسي، مرض وأخفيت هذا المرض على أحد الأطراف. تمام، بنتكلم في الأمراض برضه. فده طبعا من ضمن من ضمن الأسباب البطلان للزوج. ده غير الطلاق، اصل خلي بالك في اسباب الطلاق وفي اسباب بطلان. بطلان. تمام. كان لما حد بيتطلق كويس، او خلينا بقى في القانون، بلاش نحكي في اللي فات، في القانون. اللي هيتطلق يتجوز تاني امتى؟ ما هنا بقى وهل هيرجع للكنيسه ام لا؟ لازم يرجع للكنيسه. لازم يرجع للكنيسة. الجوازة التانية لازم يرجع للكنيسة. الطلاق تصريح. هنا يا فندم، الطلاق هنا مدني ولا طلاق هيبقى في الكنيسة؟ لا في المدني، في المحاكم. مدني في المحاكم. أسباب الطلاق بالظبط. يعني هو يعني احنا الكنيسة ملهاش دعوة بالزواج والطلاق. ليها دعوة بالزواج، ملهاش دعوة بالطلاق. الطلاق حضرتك انت بتروحي بتتوجهي للمحكمة عادي جدا، زيك زي يعني سواء انت زوجة مواطن عادي جدا، ترفع دعوة الطلاق بتاعتها وفق الأسباب الواردة في القانون. تمام. القاضي بيتحقق بالأسباب، بيحكم بالطلاق، تاخد حكم الطلاق تطلع بيه على الكنيسة تقول لهم جوزوني تاني. تمام. تيجي الكنيسة تعمل لها زي ما تقولي كده، هو ايه بنقول عليه مجلس إكليريكي. ايوه. اوكي، مجلس كليكي ده بيفحص اسباب الطلاق شكلها ايه والسبب الطلاق في جانب من. تمام. والكنيسه تحكم بقى من يستحق الزواج الثاني، من يستحق التصريح يعني بالزواج الثاني. يعني الكنيسه هيظل لها كلمه الزواج الثاني على البعض. بالظبط، لانه هقول لك حاجه، احنا لغايه النهارده مين اللي مش هيبقى ليه في الكنيسه حق الزواج الثاني؟ المخطئ او المذنب أيا كان ده وفقا للقواعد المجلس الكليكي. نعم. يعني نعم. مثلا سي مثلا الطلاق لعلة الزنا. هل الزوج الزاني هيستحق يديله تصريح انه اتجوز ثاني؟ مش معقول، ما هو هو سبب الطلاق. ايوه. قد يكون بقى في اسباب تانية، يعني ممكن الكنيسة يعني تسمح بزواج، بتسمح بايه؟ بالتصريح للاثنين، زي الهجرة 4 سنوات واستحقاق النفور بينهم. ايوه. واخد بالك؟ يعني خلاص الاثنين مش قادرين عايشين مع بعض. بعض الحالات اللي تسمح بزواج ممكن زواج الاثنين، لكن لو لقت انه عيب او سبب التطليق راجع للزوج او الزوجه فهو لا يستحق الزواج الثاني، ده وفقا لقواعد المجلس الاكليريكي داخل الكنيسه. عندنا مشكله ثانيه انه ما فيش زواج مدني داخل مصر. ايوه. يعني ما عنديش بديل. ليها سكه؟ ما هي دي هي لغايه النهارده ما عنديش بديل. ما عندكش بديل. يعني لو ما اتجوزتش كنسي مش هينفع اتجوز مدني. ايوه. الا بقى الزواج العرفي. ودي طبعا الاسر. يعني كده الطلاق مدني. الطلاق مدني. لكن الزواج ليس مدني. ما هو بالظبط، الزواج ما فيش مدني. لانه ما عنديش. طب دي مالهاش حل؟ ما الزواج المدني ولا الكنيسه ربنا؟ لا هقول لحضرتك حاجه، هو جزء من الكنيسه لا تقبل الزواج المدني. هي لا تعرف الا الزواج الكنسي اللي هو تمارس فيه الطقوس الكنسيه. نعم. وبالتالي هو ده المشكله الحقيقيه في الموضوع. نعم. وهو انه لا زواج الا تظل هي المشكله، الا ما عندناش زواج الا الزواج الكنسي. والزواج الكنسي يحتاج الى تصريح في الزواج الثاني. ايوه. في الزواج الثاني. نعم.
والتصريح يحتاج إلى موافقة المجلس الكليريكي بعد إجراء تحقيق في أسباب الطلاق ومن المتسبب ومن المخطئ. طب هل بالقانون الجديد كده ما حليناش مشاكل كتير؟ لا حلينا. ولا يعني كان يبقى حضرتك الناس عندها أمل في أكتر من؟ لا احنا حلينا بقينا فتحنا بدليل إن ما توصلتوا إليه في المشروع اللي موجود في وزارة العدل دلوقتي متفق عليه والناس في انتظار. بالضبط. يعني احنا النهاردة ما كانش عندي إلا عائلة الزنا وتغيير الدين. طيب ماشي، حلو قوي. ممكن في اسباب زنا اضيفت بقى اسباب كتير وتم توسع فيها. يعني وكمان في مشكله كمان في حاله قله الزنا، في ناس كتيره جدا مثلا بينهم وبين بعض او اطفال واولاد وكده ما بيبقوش مش عاوزين يلجأوا الى قله الزنا. أيوه. لانه دي تبقى بصمه شائنه هتأثر على الأولاد في المستقبل. صحيح. يعني البنت هتيجي تتجوز ولا الولد هيجي يتجوز هيتقدم للأسرة. فدي طبعا بتبقى سبب ما يبقوش عاوزين يلجأوا إلى هذا السبب. هل القسم الخاص بالميراث كان فيه مشاكل كتيرة والقانون ده هيحلها؟ طبعا أهمها. طبعا. برضو سيد المستشار سيد النائب إيهاب رمزي صحح لي، لكن في الديانة المسيحية الميراث الراجل زي الست. بالضبط. مش زي عندنا يعني. لا، ما هو هي دي الفكرة. وطبعا الموضوع ده ما كانش ينفع تطبيقه أو سنه قوانينه إلا بعد المادة 3 من الدستور. أيوه. مادة 3 في الدستور 2014 اللي قالت إنه الشرائع المسيحية تختص بقوانينها. ده اللي نفع. لأنه من غير المادة دي كان هتصطدم بالشريعة الإسلامية. طبعا كان هيبقى بمبادئ الدستور هتصطدم. صحيح. لأنه ذكر مثل حظ الأنثيين في الشريعة، لكن بالنسبة للشريعة المسيحية لا، ذكر مثل الأنثى. فإحنا النهارده بعد المادة دي بدأت إن إحنا نعمل قوانين الذكر مثل الأنثى. أو الأنثى مثل الذكر. نعم. في الميراث بصفة عامة. في الميراث بصفة عامة. ده هو ده الجديد بقى. كانت إيه المشكلة؟ ده الجديد. مشكلة قانونية ولا مشكلة؟ ما هو مشكلة قانونية قائمة، ما كانش ينفع نطلع قانون مخالف للشريعة الإسلامية. تمام. لأن الدستور كده. تمام. لما اختصينا. فكنتوا ماشيين إزاي؟ لما اختصينا بمادة خاصة بإن إحنا من حقنا نطبق شرائعنا. أيوه. حقنا نطبق شرائعنا، دي سمحت لينا إن إحنا نطلع قوانين تخص، قوانين خاصة بالمسيحيين تخص الميراث. يا فهمي فندم. قبل كده القانون. قبل كده وقبل الدستور. قبل كده كان يبقى قانون غير دستوري. لا، كان الميراث ازاي؟ وفق الشريعة الإسلامية. تمام. الميراث وفق الشريعة الإسلامية بكل قواعده. ستات كتيرة تحقد على أصحابهم المسيحيين. طبعًا. يعني الدنيا تساوت عندهم، إحنا عندنا لا. فطبعًا طبعًا كان ده برضه غلط. تحقد على أصحابي أنا برضه. يعني أصل أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. يعني أنا النهارده معلش يعني الشعب ده شعب مسيحي ليه قواعده وليه فكره. نعم. وليه معتقداته. طيب أنت النهارده بطبق قانون مش بتاعي. يعني أيوة هو طبعا. احنا مش بنقول قانون وحش ولا قانون حلو، لا مش بتاعك، مش بتاعي، صح جدا. فانا شايل الارث مش بتاعي خالص. لكن احنا بالنسبه لنا الولد زي البنت. ايوه. احنا عندنا الولد زي البنت في الميراث. نعم. البنت في الميراث. فبالتالي انت كده مجرد، فبالتالي انا راجل يعني زي ما تقولي كده، هو انا دلوقتي طبقت شريعتي، شريعتك طبقا للدستور. بالظبط. طبقا للدستور ومطابقه للدستور. ايوه تمام. طبعا يعني الشرعية الدستورية دي أخدتها من المادة 3. أيوه. ما كانش طبعًا. المادة 3 دي في الأول موجودة. فبالتالي ما كانش كنت بتخضع فكنت بخضع للشريعة الإسلامية، وأي قانون يعارض ذلك يبقى قانون غير دستوري. تمام. طيب لو أنا طبعا الموضوع فيه كلام كتير وفيه موضوعات كتيرة وكله مهم الحقيقة، إحنا بنتكلم فيه ده هيخدم ناس كتيرة قوي. القانون ملايين ناس كتيرة منتظرة هذا القانون. ده في الداخل وفي الخارج. وفي الخارج. أيوة. ما تعلق لأخباط المهجة. كل الناس اللي عايشين في الخارج. هيطبق عليهم هذا القانون. بيطبق عليهم برضو. أنت عندك ده أنت عندك أمريكا بس فيها 2 مليون. هيطبق عليهم هذا القانون. أيوة طبعا. ما هم إحنا بصي أصل اللي عايشين في الخارج دول عايشين بقوانين مصر. خلي بالك. حتى في الزواج والطلاق. يعني هو يتجوز، هو ممكن يطلق في الخارج مثلا مدني في الخارج. لكن مصر لا، ما بتعترفش كده، ما بتعترفش بطاقته، مش هيتغير الصفه. واخد بالك، من اعزب او من متزوج الى يعود تاني الى اعزب. الا بحكم صادر للمحاكم المصريه.
ودي برضو مشكلة كبيرة طبعا. ليه؟ هقولك حاجة، احنا في مشكلة حقيقية بقى، مصر ما عندهاش اتفاقية أحوال شخصية بينها وبين دول كثيرة، ولا أمريكا ولا كندا ولا اتحاد أوروبي، بيننا وبين الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا وكندا دول أكبر يعني بلاد تستقبل مصريين مهاجرين. هنا بتكلم مصر كجانب مدني ولا ككنيسة؟ لا احنا بتكلم كجانب مدني. مدني يعني الحكومة المصرية، فهمت لو ما بتبقى عندها اتفاقية أحوال شخصية بيننا مثلا وبين أمريكا، يبقى أي حكم يطلع من أمريكا يطبق في مصر في مجال الأحوال الشخصية. أيهما أفضل؟ مجال، لا هي أصلا بالعكس، يعني احنا بنيصة ولا مصر هي أصلا التعامل بالمثل. يعني أنا لو هقبل الاتفاقية أحوال شخصية من أمريكا، يبقى أمريكا لازم تقبل برضه إنه الأمريكان اللي في مصر ياخدوا أحكام في مصر يطبق هناك في أمريكا. صحيح. ففي تعامل مثل، فبالتالي الموضوع كبير. فلا لو أنا في نقاط محددة سيادة المستشار في النهاية أقول للناس المشروع ده، مشروع القانون ده عندما يطبق هيبقى فايدة في إيه وإيه وإيه؟ هقول لك حاجة، ما حدش يحس بيه إلا مسيحيين. ما طبعا يعني طبعا الأزمة طبعا اللي كانوا عايشين فيها طبعا واخد بالك اتحل أو في طريقها للحل. للحل اوكي. فكرة الزواج ما كانش فيها مشاكل قوي، ده مش هيضيف. لا بالنسبة للزواج ما فيش مشكلة، المشكلة في الطلاق. ما هي احنا بنتكلم في وقت المشكلة، هتحل ولا هتفضل قائمة مش هتحل. صحيح. ناس مش لاقيين، ده في ناس بتنتحر، في ناس بتلجأ لجرائم، واللي بتقتل جوزها واللي جوزها بيقتلها، واللي عاوز يتخلص منها مش عارف يتخلص منها، مع كبت مع ضغوط في اقل انفعال ممكن ينفعل عليه موت. لا اهدوا شويه بقى كده، لغايه ما القانون يطلع والقانون خلاص يعني، مش ولا عايزين احنا بصدد شهور يعني. بصدد شهور تمام. مستشار إيهاب رمزي كان لسه جاي من امريكا مع مجموعه حقوق الانسان، مش كده الجديده؟ فطبعا بتمنى ان انتوا تكونوا توفقتوا سريعا، الوقت خلص، تقول لي كده عملتوا ايه هناك سريعا. احنا طبعا كان عندنا ملف حقوق الانسان ده، يعني ملف شائك ومصر مظلومه فيه ظلم بين. نعم. وكل الدوائر في امريكا شايفه مصر دي بتنتهك حقوق الانسان. وما كانش في حوار قائم ولا بين الاداره الامريكيه وبين مصر. نعم. وحوار غير رسمي، يعني في فرق من حوار رسمي وحوار غير رسمي. ولما بدأنا الحوار مع الإدارة الأمريكية وفي بشأن الحوار غير رسمي وبشأن مكشفة ومصارحة لكل الملفات المقفولة وكل الحساسيات اللي موجودة، بدأوا يفهموا إن مصر مش زي ما انتم، مش زي ما هم فاكرين إن في انتهاكات جامدة. وبنسمع كلام والتواجد هناك على ترابيزات، وطبعا هناك بقى كمان برضو الإخوان عاملين دور هناك كبير طبعا، وبعملين يشحنوا وما بيسمعوش من طرف تاني ويسمعوا من طرف واحد، وما فيش هناك صوت تاني آخر واخد بالك معتدل. زيارات زي دي وتواصل بالشكل ده يوضح يعني الصورة الحقيقية بالظبط. وده بقى اللي ما كناش متخيلينه، إن احنا فعلا عندنا مشاريع كبيرة جدا وملفات الحقوق الانسان. مصر مدت اليد فعلا وتطورت. صحيح. وتطورت وضع المراه كان زمان زي النهارده؟ لا ما كنتش اعرفه، ده ما كنتش اعرفه كم مراه في البرلمان اصلا. اصلا لا خلينا نتكلم، نخصص حلقه تانية نتكلم فيها عن الموضوع ده. بشكرك يا سياده المستشار، شرفني المستشار إيهاب رمزي عضو مجلس النواب. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء.